إلى حملة تطوعية أخرى، حيث قام بها أهالي حي الساهرون في منطقة جسر ديالة جنوب شرق بغداد، حيث قاموا بحملة تنظيف للشوارع وصبغ الأرصفة، وينوون القيام بحملة لإنارة الشوارع بعد يأسهم من الحكومة ومن المطالبة بتوفير أبسط الخدمات وأسهلها. فلنتابع. الأخوة يواصلون عملهم وفي ساعات متأخرة، تقريبا صارت الساعة 12 ليلا، ويواصلون عملهم الوطني والتطوعي حبا لمنطقتهم. ويانا الأخ حميد أبو كرار، فتكلمة معينة إذا أمكن. يعني هاي تبرع من البيوت، منطقتنا شارعنا تبرع تطوع من جماعتنا وأصدقائنا بالمنطقة، وهذا العمل كله ثواب موتانا أجمعين، يعني مو واحد، المسلمين كلهم. ونظافة المنطقة حلوة. أحسنتم. الواحد كل ما ينظف منطقته هو بيته نظيف. أكيد من الشارع يكون نظيف بيته نظيف. أكيد نظيف. أحسن. مع ذلك أنتم هم حافظوا عليه مستقبلا، الإدامة، النظافة. نسيل من الله. إن شاء الله. ان شاء الله الشارع هسه شارعين كملتوا، هذا الشارع وهذاك الشارع. ان شاء الله تكون هاي الحذوه لكافه المنطقه. هم مضويه ان شاء الله ننورها بعد زين. ان شاء الله. بارك الله بكم. بارك الله بكم يا ابطال. طبعا شيء مفرح بصراحه. يلا صار 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 صار